او ماي جاد، نفخ نفخ مره. وريني وريني انا. مرحبا، كيف شربي؟ الف خير. اليوم انا جنة او ساره. ايوه. اليوم راح نحكي عن سكين كير كوري، عشان انت كثير تحب سكين كير كوري، وهي خبيره طبعا سكين كير كوري. والله راني صايه ساره. بصراحه السكين كير كوري من احلى انواع السكين كيرز، عشان هو تشيب وفيري افكتيف، يعني المفعول بتاع الحاجه بيبان لكم ساعتها. انتي اصلا كان في مشكله طبعا، يعني بشره اكني بروبلمز او هيك، ومن ميدل سكول انتي استخدمتي سكين كير صح؟ يعني انا بدات السكين كير عامه وانا في ثانوي او ميدل سكول، علشان موضوع الاكني اللي كان بيطلع لي ده. يعني حليتي شويه مشكله عشان ال لا مش شويه، كتير. طبعا يعني في كتير انواع منتجات كورية، بس اليوم قررت افرجيكم اثنين براند كوري كتير حلوين تبع سكين كير. وطبعا يعني قبل الفيديو انا استخدمتهم وعن جد النتيجة واو. فيلا نبلش. اوكي يلا بينا يا جماعة. اول براند معانا هي براند اليزابيكا. اكيد انتوا شفتوا البراند دي قبل كده، حتى لو انتوا في الدول العربية وفي مصر، عشان انا شفتها قبل كده وانا في مصر كتير. very famous، وهما بصراحة يستحق ان هما يبقوا فيمس عشان الحاجات بتاعتهم يونيك. فمثلا الكربونيتد ماسك ده one of a kind بصراحة. I think ان هما من اول البراندز اللي جربت موضوع ان هما يعملوا الماسك بتاعهم كربونيت. في براندات followed them، بس هما من اول الحاجات اللي بدأوا بيها وكده. اليزابيكا براندنن 1986년부터 전문 미용 샵 제품과 피부 미용 제품을 생산했는데 현재는 30개국으로 수출하고 있는 브랜드라고 합니다. 와우. 오케이, 그만 브랜드 다니지마. 아니 XCY 하이다 사라하 하드 마스크 하나 저렇다 오 사라하 تفاجأت كتير عشان النتيجة على طول طلعت. فهاد في كتير منتجات تبع يعني XCY، بس هاي 611 line product. ثلاثة زي كده في. وكمان يا جماعة عشان هي فيجن، فهي تنفع لجميع أنواع البشرة، من ضمنهم البشرة السنسيتيف، البشرة الأويلي والكومبينيشن سكين، وحتى الدراي. أيوة. موجورت بور كليرفاينج واش أوف بيج. حرفيا إذا عندكم زي يعني كتير بلاك هيد ومشكلة وكده، يعني عن جد جربوا هذا الشيء. والله من التكستشر أنا كتير حبيت بأول، بس خليني أفرجيكم بس. حرفيا هنا موغ وورت، يعني جوا المنتج كتير مبين. فا لما تحطوا ريحة واو، ريحته تحفة يا جماعة بجد. بصوا بس هذا شو اسمه، هذا الموغ وورت ما موجود بالدول العربية صح؟ لا ما عندناش. انا هذا يعني كوري كوري، يعني احنا هذا سوق اسمه بالكوري، وناكل وناكل كتير على كل حال، ناكل ونحط على البشرة. بس صراحة very nice dripping كتير fresh يا جماعة، والله لازم كتير 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 fresh. والله nice والله nice فعلا. يا صح very nice. and you know when you touch it you touch the texture. والله شوفوا يا جماعة. wow. والله لازم، أنا كتير حبيت هذا المنتج صراحة. nice very nice صح. في الدول العربية ما في really fresh يا جماعة بجد، مرة مرة nature حسي، مرة مرة nature، ريحة تحفة. فبعد ما استخدم الماسك باك طبعا لازم مويستشر صح؟ فهذا السيروم دارك سبوت كورنتينج جلو سيروم، يعني هذا شيء لدارك سبوت نايشن ماميد، يعني هذا نايشن ماميد ماكسيموم فيه، يعني كتير منيح لتبريد البشرة، يعني إذا في مشكلة في البشرة شوية السيروم يعني تيك كير اوف ات. كمان عشان هو يبقى دارك سبوت يعني أكيد في فيتامين سي عالي جدا، فأنتوا مش محتاجين إن أنتوا بقى تقعدوا توري أباوت الدارك سبوتس لما يتسلكوا السكار حاجة بعد الأكني، ده بيكوركتد. صراحة كل ليلة بستخدم هذا السيروم، صراحة مرة مويستشر، و يعني ما عندي صراحة مشكلة كتيرة ببشرة، بس حاسة انه اتمنى انه يكون زي فاتح اكتر شكله. حتى ريحته very refreshing، مش قوية قوي على البشرة. I think they use really good ingredients like from vegan. nature. ايوه vegan عشان كده. تالت حاجة معانا هو السن سكرين بتاعهم يا جماعة، اسمه complete no stress physical sun cream. معنى ان هو بجد يا جماعة مش بس حلو ليكوا، ده كمان حلو للبيئة عشان هو vegan، فلما بتنزلوا بيه البحر ما بتضروش المخلوقات اللي في البحر وكده، فبتبقوا يعني بتراعوا الطبيعة وبتراعوا نفسكوا. كمان هو
بيعالج التجاعيد وكمان بيبيض 2 in 1 يعني. بالظبط صراحه انا يعني كل يوم بستخدم سان كريم. طبعا يعني سر ليش كوريين كتير كويسه بالبشره او يعني هيك كتير كوريات ممكن بيحكوا انه سان كريم يعني يوزينج سان كريم مره مهم. انا بالعاده بستخدم هيك I don't have to put my hands in and put الابلكيشن convenient قوي يا جماعه. ايوه بالظبط انا كتير حبيت الحد تيوب ستار صراحه هيك قلت له احط الويجي. الابلكيشن كمان ممكن تستخدموه في الشارع عشان هو كتير convenient. انا حطيت كتير قوي انا وجنه وانا برضو. بس يا جماعه والله لازم لما تستخدم سان كريم لازم تحطه كتير كتير كتير, هذا الشيء طبيعي عشان كذا يعني في نتيجه والله. كمان لازم يا جماعه بي ابلاي سان سكرين كل ساعتين. ساعتين مش 4 ساعات, 4 ساعات او ساعتين. واو. كل ساعتين صراحه عشان عن جد نو ستيكي فيلينج ات اول. صح عشان كده انا حبيت يعني بعد ما احط سان كريم انا دايما بحط بيس واعمل مكياج وهيك, بس هذا الشيء مش ستيكي ابدا. بصوا نايس ايوه نو ستيكي كانكم حاطين ولا اي حاجه. النتائج بقى بتاعته يا جماعه بجد ان هو بما انه هو فيجن فريندلي فبينفع لجميع برضو انواع البشره وكمان السنسيتيف سكن وكمان ما فيهوش اي انجريدينتس لا هارد عليكم ولا هارد على الانفايرمنت. This one كاربوناتات بابل كلي ماسك يا انت خبيره بابل ماسك. ايوه احلى حاجه بجد يا جماعه تقدروا تستخدموها بتفينفيت يور سكن وشينجي هي وتقدروا تستخدموها مع صحابكم وتبقى الموضوع لذيذ قوي. انبسطنا امبارح. هتوري لكم شويه كليبس احنا بنستخدمه. بجد الماسك ده بيبقى فعال قوي فانتوا اول ما بتغسلوا وشكم بتحسوا انه وشكم نور بجد. وكمان هو الكربونات اسيد ده بيساعد ان انتوا يعني بيوريفاي السكن بتاعتكم فبيعمل ديب 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 كلينزنج جوه. فيري نايس وريحته تحفه فريكومندد هايلي. اوريدي في مصر كتير مشهور يعني خالص او مشهور جدا. ايوه او ماي جاد نفخ نفخ مره. وريني وريني انا ايه ده شو احنا بقينا بابلز يا جماعه. اوه ماي جاد شوفوا بابل شايف اوه بص كل ده اوف كل ده رغوه صراحه. هذا الشيء كثير مميز وشيء جديد. اوه ماي جاد صراحه عمرك اني شفتي تسلسل كذا يعني. لا طبعا بجد احنا عندناش حاجات ناقصانا في العالم العربي. يا ساره ليش هنا زي مبين صوره خنزير وكده؟ بصوا يا جماعه هو المنتجات دي عشان هي تبقى افكتيف قوي للبشره فهم حاطين جيلاتين بتاع الخنزير بس هو مش حاجه بتاكلوها فهي حاجه بتحطوها على بشرتكم بس. اي ثينك يعني انه مش يعني الناس اللي طبعا عندها مشاكل كويس ان انتوا تبقوا عارفين بس في ناس هتبقى عادي بس فيري 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 افكتيف سيرم في 79% هيالورونيك اسيد. طبعا هيالورونيك اسيد كلنا عارفين فوائده للسكن والموستشر والمحافظه على الاليستيستي بتاعت السكن. ده بقى فيه 97% يا جماعه متخيلين نسبه. أيوة. عاليه تقريبا يعني اولموست 100% هيالورونيك اسيد في السيرم ده. وبصوا التكستشر بتاعه اوه مره زي ووتر لايك. ايوه يعني مش ستيكي خالص. أيوة. اول ما بتحطوه بجد عشان هو ووتر لايك السكين بتابزوربت على طول علشان هو يعني مش سيرم تقيل فممكن تستخدميه يوميا اكتر من مره. بالظبط. بعدين هنا في زي تريتمنت اسمه كولاجين سيراميد كوتينج بروتين تريتمنت. يعني تعرف انا صبغت شعري وصراحه شعر صار مره بيخزي. ايه اللون؟ لون مرة حلو بس يعني so it's really good for this kind of very damaged hair عشان انتو اذا تعملوا كتير ستايلين وصبغة وكذا يعني ممكن هذا كتير بيساعد. راح افرجيكم برضو بعد ما تخلص الشامبو حط هذا تريتمنت عشان شعري صبغة ومرة ضعيف صار. بعدين لازم تدلو هيك يعني كم دقائق few moments later. انا بستخدم كده عشان يعني خاصه الشعر صبغ وهيك يعني. حتى هلا خلصنا الفيديو كيف كان يا بصراحه very satisfied وكمان بصوا السكن بتاعتنا بتبرق صراحه. اتنا سكين كير كلهم والله بيجنن ككوري. انا مره فخوره ان زي براندات مره حلوين.
عشان العرب برضو عشان كل الناس. وصراحة منتجات واو، قبل ما أصور الفيديو أنا جربتهم كلهم وكتير حبيتهم، عشان كده أفرجيكم أشرتلكم هون. وإذا بدكم أنا حطيت اللينك تحت، شوفوا اكتر اذا بدكم تشتروا برضه ممكن. ولو عجبكم يا جماعه اي من المنتجات دي قولوا لنا ايه اكتر منتج عجبكم، وكمان قولوا لنا ايه اللي جربتوه قبل كده، يعني لو عندكم اي خبره ان انتوا جربتوا منتج. ايوه انت اوريدي ممكن استخدمتوا هذا البراند، اوريدي مشهورين يعني. عنايه بالبشره الكوريه مره مشهوره، وواحد من الاسباب انه انجد منتجات كوريا عندنا مره 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 كويسه والسعر كويس وكتير في النتيجه. حتى انا يا جماعه بجد المنتجات من كتر ما هي حلوه يعني انتوا اول ما تشوفوها او تجربوها هتشتروها على طول، يعني هي مش محتاجين ان انتوا حتى تشوفوا 3 ايام او اسبوع، هي من اول مره. ايوه المهم عليكم شكرا للمشاهده جناتي، بحبكم كتير، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.